عندما نزلت الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، فكر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في كيفية تبليغها لقومه، فهو يعرف أنهم سيعارضونه. يا علي، يا علي، فاصنع لنا صاعا من الطعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت. سمعا وطاعة يا حبيبي يا رسول الله. وبالفعل حضر ما يقارب 40 رجلا من بني عبد المطلب إلى دار رسول الله صلى الله عليه وآله، وقدم لهم الطعام واللبن. ما أبخلك يا محمد، هذا الطعام لا يكفي لرجل واحد، فكيف تقدمه ل40 رجل؟ كلوا بسم الله وسترى يا أبا لهب بركة هذا الطعام. وأكل القوم وشبعوا جميعا ببركة اسم الله وبركة النبي صلى الله عليه وآله، وفضل الكثير من الطعام. يا علي، اسقهم اللبن. أمرك يا رسول الله. وبعد أن أكلوا وشربوا جميعا، يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ وقد كرر النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام 3 مرات، فلم يجبه أحد من القوم إلا علي بن أبي طالب، وكان عمره وقتها لا يتجاوز 15. أنا يا نبي الله أكون وزيرك على أمرك هذا. إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. هل سمعت يا أبا طالب؟ إن ابن أخيك يأمرك ويأمرنا أن نطيع ولدك عليا. اسكت يا أبا لهب، إن محمدا لا يقول إلا الحق. وهكذا أصبحت لعلي بن أبي طالب عليه السلام منزلة خاصة، وأصبح أخا النبي ووزيره وخليفته من بعده.